مع نهاية السنة كان لابد لنا من حصر الإلكترونيات المتطورة أو الجادجيتس التي ظهرت خلال هذه السنة. هناك العديد من التقنيات الحديثة الموجودة كالشاشة العملاقة النقالة ونظارة الغوص والبدلة الحساسة للطلقات أثناء اللعب بألعاب الكمبيوتر. الشاشات المتطورة والتي ظهرت خلال هذا العام بعضها يتفاعل بطريقة اللمس والبعض الآخر يتفاعل بطريقة العرض وبعضها يتفاعل بطريقة الصور ثلاثية الأبعاد. كاميرات تعمل كشاشات عرض ونظارات تقوم بعرض الصورة بشكل ثلاثي الأبعاد، وبعض الشاشات تكون مقوسة وهو ما سيضمن صورة محيطية. وهذا ما سينقل الترفيه من مستوى إلى مستوى آخر. الحواسيب الصغيرة والخفيفة انتشرت خلال هذا العام، والتي امتازت بطول عمر البطارية وبالخفة وأيضاً بالتصميم الفريد الذي يميزها. لكن لا ننسى أن هناك نوع آخر من الأجهزة والذي يستحمل جميع عوامل الطبيعة. إذا تحدثنا عن الأجهزة المحمولة فلا بد أن نتحدث عن نظام التشغيل الذي شغل العالم وهو ويندوز 7. تقنية الأوليد والتي عملت عليها شركة سوني كانت من أجل تحويل المواد العضوية إلى طاقة ومن ثم إلى ضوء، وذلك لحل مشكلة التباين والوضوح في الأجهزة الأخرى من التلفزيونات السابقة. غالبية الناس أخذت باستخدام الهواتف الذكية أو السمارت فون والمعروفة باستخدامها الكبير للطاقة، لذلك كان لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة مثل هذا الكفر أو الغطاء الذي يمكنك وضع الجهاز فيه ومن ثم سيقوم بشحن الجهاز. العديد والعديد من الجادجتس أو الإلكترونيات المتطورة التي لا يمكن لنا حصرها ضمن هذا التقرير، بعضها مستقبلي والبعض الآخر عملي، وبعضها قد يصعب الأمور عليك. من جدة، سلطان بتاوي، العربية.